اهلا بكم. عائله اديب الحقيقه ما تعرفش تصدق مين في عائله عم عبد الحي اديب. عماد بيناقد نفسه. عماد اديب بيقول لا اثق في اثيوبيا، ومع ذلك مصر ستستمر في التفاوض من اجل مصلحتها. اما عمرو ولميس فهناك خلافات زوجيه على نفس المتحدث. نشوف الاول الحقيقه عماد اديب اهو بيقول لا اثق في اثيوبيا. طب ماشي، يعني لا تثق في اثيوبيا ما تاخدش منها كلمه. هو عماد نفسه قال لك بس التفاوض مستمر. السؤال يعني ما تديني عقلك يا عماد اذا كان عقل موجود اكتر من الطابله. لا تثق في اثيوبيا ده كلام مهم اهو، بعد ما خلال 9 سنوات الماضيه وقعت لمصر اوراقا بيضاء لوضع شروطها كامله، وتم امضاء الجانب الاثيوبي على موضوعات مصر وتم تسجيله، فلا يجوز ان نثق فيها. انا كمواطن مصري ما عنديش ثقه ان هؤلاء يفوا بالتعهدات. حلو، جميل جدا. وأضاف بقى، خش على وأضاف. أضاف أديب خلال مداخلة هاتفية بالمكان بيقول إن الأزمة ليست في الاتفاق ولكن في النية الصادقة لدى المتعاقدين، ولم تخرج أثيوبيا بتصريح واحد مكمل ولكن أو قصده مكتمل يعني، ولكن دائما ما تصدر تصريحات يعقوبها تكذيب له، وهي دولة لا تفي بتصريحاتها. كويس جدا. موضحا أن مصر ستستمر في متفاوضاتها حتى تخدم المصلحة المصرية. منين يا عماد يا أديب واحد انت عارف انت اللي بتقول عليه انه كذاب ولا تثق فيه، ومع ذلك هتقعد تفاوض معاه تاني؟ طيب سيبك من عماد، نروح لاخوه الاصغر عمرو أديب. عمرو أديب طلع مع متحدث الراي وطلعه متحدث الراي قال له المرحله الاولى بتاع السد اللي اتملت دي اخبارها ايه؟ نطمن ولا نقلق؟ طلع المندوب قال له المتحدث وزاره الراي لم نتاثر ومنسوب المياه مطمئن. مطمئن ده اللي قاله الاخ متحدث. اسمع كويس وركز، اتفضل. بتاعنا عامل ازاي دلوقتي بعد ما اثيوبيا ملت ال 4.9؟ كيف نرى الايراد الان؟ الحمد لله النهارده بنتكلم على ايراد النيل مياه او مناسيب المياه في السد، بحيره السد العالي، مطمئنه بالنسبه لنا نقدر نتعامل معاها بشكل جيد. بنقول ان احنا نقدر معدلات جيده توفي احتياجاتنا المائيه خلال الفتره. الايراد بتاعنا عامل ازاي دلوقتي؟ قال لك مناسيب المياه في بحيره السد تمام التمام وبتاع. اوكي، المتحدث مع الراي مع لميس قال حاجه تانية. نسمع مع لميس. لن نتاثر لانه احنا عندنا مخزون كنا مخزنينه في بحيره ناصر، ولا لم نتاثر لانه كميه الميه اللي بتجيلنا جات لنا كما هي. لا لم نتاثر لان احنا اخذنا من مخزون بحيره ناصر اللي احنا وفرناه خلال. يعني مع عمرو اديب بيقول لم نتاثر وان منسوب بحيره سد جميله جدا. مع لميس نفس الراجل طلع قال لك لا لم نتاثر لان احنا خدنا من البحيره. طب ما هو يعني ما ترسى على بره يا معلم، ما هو خدنا من البحيرة معناها ان الوارد اقل، معناها كده ما اعرفش ده اللي معناها، لكن الراجل طلع هنا قال كلام وهنا قال كلام تاني خالص. اسمع كده. بتاعنا عامل ازاي دلوقتي بعد ما اثيوبيا ملت ال 4.9؟ كيف نرى الايراد الان؟ الحمد لله النهارده بنتكلم على ايراد النيل مياه او مناسيب المياه في السد، بحيره السد العالي، مطمئنه بالنسبه لنا نقدر نتعامل معاها بشكل جيد. بنقول ان احنا نقدر معدلات جيده توفي احتياجاتنا المائيه خلال الفتره. هل لن نتاثر لانه احنا عندنا مخزون كنا مخزنينه في بحيره ناصر، ولا لم نتاثر لانه كميه المياه اللي بتجيلنا جات لنا كما هي؟ لا لما تاثر لان احنا اخذنا من مخزون بحيره ناصر اللي احنا وفرناه خلال سنوات الماضيه. الايراد بتاعنا عامل مستغرب ليه؟ اذا كان كبيرهم كده تصريحاته في شينك، السيسي يقول لك اهو نرفض اي اجراء احادي النهارده بخصوص سد النهضه. النهارده حد يصحي ام نيازي اللي هي عبد الفتاح السيسي ويقول له ان اثيوبيا من 10 ايام احتفلت ورقصت وزقطت عشان ملت المرحلة الأولى، حد يقول له؟ حد يصحي الأهبل الخاين الجاسوس عبد الفتاح السيسي ده؟ سحنته يا ربي، أنا ما أعرفش السحنة دي إزاي ممكن حد يقبلها. يعني أنا رغم اعتراضي على عبد الناصر لكن عبد الناصر له شكل. والله. يعني عبد الناصر كان له كان كاريزما. يعني بالنسبة لي عبد الناصر في شنك، بس يعني لأ كاريزما. بص السحنة عاملة إزاي؟
بص والله العظيم حاجة، حد يصحيه يقول له ارفضي احادي ايه، ترفض اجراء احادي ايه، ده الناس احتفلت من 10 ايام، ده العروسة حامل، لسه انت زعلان وتقول لك نرفض الجوازة دي، الجوازة دي مش هتتم، العروسة حامل يا ابوي. اثيوبيا بقت حبلة، المرحلة الاولى اتملت، حاجة عجيبة جدا، اي كلام في الفشنك يعني. على كل حال سد النهضة، مصريون وسودانيين يطلقون حملة ضد العطش، وأثيوبيا تطلع للدبلوماسية. أنا معايا الخبير الأستاذ محمد حافظ، خبير السدود أو أستاذ هندسة السدود. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، كيف الحال؟ أنا أنت جاي تضحك وتبتسم أهو، حلو قوي. ما أنت بتقول العروسة حامل يعني. أيوة، ما هو الراجل طالع يقول لك النهاردة يا دكتور نرفض أي إجراء أحادي، ده من 10 أيام الناس خلصت والحنة راحت من على الإيدين. ما خلصت القصة وكالوا الحاجات. طيب يا دكتور، أثيوبيا أعلنت أن فترة ملء البحيرة ما بين 5 سنوات إلى 7 سنوات. السؤال، هل من الممكن أن احنا نصدق تلك التصريحات؟ ويعني إيه سر الخلافات مستوى، يعني الخلافات اللي حصلة على، هل ممكن نصدق تصريحات أثيوبيا؟ طبعا احنا تعودنا على مدار 7 سنوات الماضية أن أثيوبيا بتقول كلام وبتنفذ كلام آخر، حتى الكلام اللي مثبت في اتفاقية 2015 لا تحترمه، زي الشرط الملء بموافقة مصر والسودان، لم تحترم هذا الشرط وملأت. وهذا الكلام أنا قلت لحضرتك شهر أكتوبر 2015 على قناة مصر الآن، قلت لك لو أنا رئيس وزراء أثيوبيا وبعمل لمصلحة بلدي، أنا بمجرد ما أكون جاهز لملء السد هقفل البوابات واملى السد في 3 سنوات بغض النظر عن التزامي تجاه مصر والسودان، لأن هما بيفكروا الدول النامية أو الدول الأفريقية بتفكر بهذا الأمر، إن هما يعني يستولوا على ما يقدروا يستولوا عليه، وهذا كلام مسجل عند حضرتك من حوالي 5 سنوات. فهو اللي بينفذ حاليا إن هو قافل البوابات وحيبدأوا من الملء بمجرد بعد انتهاء الفيضان ده، وحيبدأوا يعلوا بالخرسانة ويبدأوا الملء. سيتم الملء في 3 سنوات. ليه في 3 سنوات؟ أولا لأن أثيوبيا متعطلة أو متأخرة في افتتاح السد 3 سنوات، كان المفروض أن يتم افتتاحه سنة 2017 واليوم إحنا في 2020 ولم يفتتح بعد. أثيوبيا عليها قروض كتيرة جدا، وبسبب المشاكل بتاعة شركة ميتك تم إضافة مصاريف كتيرة على السد النهضة ما كانتش متوقعة، وعليها النهاردة أنها تبدأ تسدد هذه القروض وفوائدها. فاللي يقول لك أن أثيوبيا هتؤجل افتتاح السد أو تمد فترة الملء، لا، ده أثيوبيا بتحلم أنها تشغل السد اليوم قبل بكرة. فأنا توقعي أن سيتم الملء في 3 سنوات وليس في 5 وليس في 7، إن ده كلام فقط للإعلام أو فقط لتهدئة الوضع في مصر، مش أكتر من كده. طب عندي سؤال تاني، هل ممكن يا دكتور أنه يتأثر السد العالي ببداية التشغيل لسد النهضة؟ وهل فعلا البحيرة بتاع السد العالي تأثرت بتشغيل سد النهضة؟ بصراحة السد العالي فيه مية كويسة النهاردة تزيد عن حوالي 120 مليار متر مكعب، وهذه المية كافية أنها تسد العجز اللي سينتج عن سد النهضة على مدار 2 أو 2.5 سنين، لأن في نقطة لازم تفهمها حضرتك، إن بعد فيضان السنة دي أثيوبيا مش هتطلع لك أي فيضان تاني، هتبدأ تطلع المية فقط من خلال فتحات التوربينات، وده معنى ذلك إنها هتبدأ تستولوا على الفيضانات اللي جاية في 2021 و2022 و2023. لذلك أنت مضطر إن أنت تسحب من المخزون اللي عندك في السد العالي. كل 10 مليار هتحجزهم أثيوبيا عندها في سد النهضة، أنت محتاج تعوضهم من المخزون الموجود عندك. لذلك كل سنة سيبدأ المخزون يقل، ومش هيجي لك من تدفقات النيل بالروافد الأربعة بتاعته غير مية من نهر عدبرة والنيل الأبيض والصبار. النيل الأبيض ده اقرأ عليه فتحة، يعني اقرأ عليه فتحة. وأنا أرسلت لحضرتك التصريحات وزير الري السابق محمد ناصر علام، اللي بيؤكد ان بعد تشغيل التروبينات او بعد تشغيل سد النهضه سيتم عجز يقدر ب 35 مليار متر مكعب من الحصه المصريه. ده مش كلامي انا، ده كلام
نصر علام، وانا ارسلت لحضرتك التصريحات دي خلال الاعداد. كل سنه هنبدا نسحب على الاقل ما بين 10 و15 مليار، لغايه لما هنيجي الوقت هنلاقي ان السد العالي وصل التخزين الميت، يعني ما فيش نقطه ميه تقدر توصل لها. فالسد العالي هيقدر يسندنا لمده سنتين او سنتين ونص، بعد كده هتبقى مجاعه، مش هيبقى فيه ميه اننا حتى للاستهلاك المنزلي. لذلك لابد ان احنا نعمل حاجه اليوم قبل الوصول لهذه النقطه، يعني ما ننتظرش للوصول لهذه لمستوى المجاعه ونبدا نتحرك، لابد اكشن اليوم مش بكره. طب دكتور، انت كنت في مؤتمر بخصوص السد، ما هي الحلول يا دكتور؟ والله يعني طالما ان احنا رمينا التيار العسكري ومفيش تيار عسكري، والتيار الدبلوماسي زي ما حضرتك عارف امبارح اكيد بتقول انا مهما تفاوضت مع مصر فانا لن التزم باي اتفاقيه، اي اتفاقيه سيتم التوقيع عليها بخصوص سد النهضه والمشاريع المستقبليه، وهذا جاء في كلام وزير الري السوداني، لو حضرتك قريت البيان السوداني بيتكلم ليس فقط على سد النهضه، لا، سد النهضه والمشاريع المستقبليه اللي هي الثلاث سدود الاخرى التي سيتم بنائها بعد سد النهضه، جميعها ستكون اتفاقيات ارشاديه لا تقيد ولا تكبل يد اثيوبيا في انها تقوم بالتغيير كيفما تشاء وعندما تشاء. يعني اتفاقيه سوري يعني مكتوبه على ورق ارخص من الكلام اللي فيها يعني. فالقصه ان ما فيش حل عسكري وما فيش حل دبلوماسي، فطالما ان احنا رضينا بالهزيمه فاعتقد ان الامل الوحيد لنا هو التوحد الاقتصادي والزراعي مع دوله السودان، ومحاوله ان احنا نسد الفجوه الغذائيه اللي سوف تنتج نتيجه المشكله بتاعه سد النهضه من خلال ان احنا نستثمر الاراضي الزراعيه بتاعه السودان، لعل وعسى هذا قد يفيدنا على المدى الطويل، وهيساعد السودان ايضا من حيث انها هيزود الانتاج الاقتصادي ليها. فطالما ان احنا مش هنقف حرب، طالما ان احنا ما فيش امل في الدبلوماسيه ورضينا بالهزيمه، فلا بد ان احنا نفكر في اختيار ثالث، وهو مشاركه دوله السودان في اراضيها اللي يمكن لانها تطوع فلاحين كتير من المصريين يساعدوا الدوله المصريه في سد الفجوه الغذائيه. طب يا دكتور، يعني الحقيقه بس عندي سؤال اخير، يعني في هناك تجديد اتجاه لتجديد العقوبات على المصريين نتيجه الاسراف في الميه والغاء زراعه بعض المحاصيل زي الرز والقصب والكتان والبرسيم، وفي اتجاه لبناء طبعا محطات تحليه ومعالجه للصرف. هل السؤال يعني هل يمكن ان تمثل هذه الخطوات بدائل للنقص المتوقع في الميه؟ هو اكبر قطاع هيتاثر في مصر هو قطاع الزراعه بلا جدال، لان يعني على الاقل في 4 مليون فدان سيخرجوا من الخدمه وسيتم تبويرهم. ولكن القصه ان هو النهارده بيقول لك والله انا هحل المشكله من خلال عمليات التحليه. خلينا اديك مثل بسيط جدا، السعوديه تعتبر اكبر دوله في العالم في مجال تحليه المياه البحر، وبتحلل سنويا ما يعادل 1.3 مليار متر مكعب. 1.3 مليار متر مكعب ده يعني حوالي يعادل حوالي تقريبا 5% من مقدار العجز المنتظر في الدوله المصريه. فلو احنا بنقول ان احنا هنحلل مياه البحر، السعوديه بقى لها 30 سنه 40 سنه بتستثمر في مجال تحليه مياه البحر، واليوم قادرة فقط على أنها تنتج 1.3 مليار متر مكعب في السنة. فكيف لمصر أنها تستثمر في مجال التحلية لتعوض العجز الناتج والذي يقدر في أدنى حد له 25 مليار، في أدنى حد له ما بين 25 ل 30 مليار، كيف يمكن لمصر أنها تعوض هذا الأمر عن طريق التحلية؟ هذا أمر مستحيل، وإحنا ما عندناش التكنولوجي ولا عندنا الفلوس اللي عند السعودية اللي ممكن توفر هذا الأمر. فالتحلية عمرها ما كانت حل لمشكلة العجز، لابد من إيجاد حل دائم، وهذا أمر يعني أعتقد لابد كل علماء المصريين يجتمعوا ويقرروا أو يشوفوا إيه مستقبل المياه للدولة المصرية. بشكرك الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة. نقطة صغيرة بس عايز اتفضل. ممكن أضيف نقطة؟ أنا بس في كلمة عايز أقولها للشعب المصري،
ايام رئيس مرسي وايام الثوره كان كل يوم كان في مليونيه تطلع لاي شيء، حتى لو في محافظ اتعين ليس على هوى الشعب المصري كانوا بيقوموا مليونيه. النهارده يا شعب يا مصري النيل بيضيع منكم، مش منكم بس، منكم ومن الاجيال اللي جايه. وما سمعتش عن واحد مصري او عن اي جهه مصريه بتقول عايزين نعمل مليونيه تطلع في الشوارع المصريه ترفض اتفاقيه 2015 اللي باعتنا وباعت الاجيال ومستقبل مصر. مفيش حد في مصر مهتم بالنيل، انتوا هتيجوا وقت مش هتلاقوا نقطه ميه عشان تشربوها. ليه مش شايف اي اعتراض؟ ليه مش شايف في الاعلام المصري اي اعتراض على اللي بيحصل؟ لازم الشعب، مش الحكومه، لازم الشعب يعمل حاجه يحافظ على ميه النيل ومستقبل اولاده. وشكرا. اشكرك يا دكتور محمد حافظ استاذ هندسه السدود. الخلاصة إن الإعلام المصري عامل زي المسدس الفيشنك اللي عمال يضرب طلقات كده صوت في الهواء ضد أثيوبيا من غير ما يكون في أي إجراء جاد دبلوماسي أو عسكري حقيقي من السيسي أو حتى أي انتقاد له أو للمؤسسات اللي مفروض تحمي مصر من الكارثة. وفي الآخر اللي هيشيل الطين هم المصريين الغلابة، مش الجيل ده بس، الجيل الجاي واللي جاي واللي جاي، سواء الفلاحين اللي هتخرب بيتهم أو ملايين المصريين اللي هتبقى نقطة المية السنة الجاية أغلى من البنزين. دول اللي هيشيلوا الطين فعلا، ودول يتعدوا 70-80 مليون.